لقد أجرت وزارة الداخلية خلال يوم 15 غشت 2022 حركة انتقالية تضمنت عدة تغييرات شملت مناصب مجموعة من رجال السلطة بهذا الإقليم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك انسجاما مع حرص وزارة الداخلية على بلورة استراتيجيتها المتبعة في ميدان تدبير الموارد البشرية لتحمل المهام الجديدة بروح من المسؤولية. باسمي الخاص وباسمكم جميعا نرحب به ككاتب عام جديد لإقليم قنيطرة والسيد عبد الحفيظ الغدادي من مواليد 11 يناير 1967 بتفراوت، خريج الفوج 32 من السيد العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، متزوج أب لطفلين، حاصل على الإجازة في القانون العام تخصص العلوم السياسية وكذلك دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية، حيث تقلد خلال مسيرته المهنية عدة مناصب حيث عين قائدا بإقليم خنيفرة وقائدا بعمالة سلا، ثم باشا مرسى العيون لولاية العيون الساقية الحمراء، وبعد ذلك رئيسا لدائرة حواس سلا، ثم باشا القليعة بعمالة إنسكان أيت ملول، وأخيرا كاتب عام بإقليم تالودانت التي قدم منها. باسمي الخاص وباسمكم جميعا أتقدم إلى السي محمد بجزيل الشكر وجميل العرفان على ما بذله على رأس الكتابة العامة بإقليم قنيطرة خدمة للصالح العام بنكران للذات وكفاءة مهنية عالية وأخلاق وقيم مثلى، متمني له التوفيق والنجاح في المهام الجديدة التي وكل بها. فسي محمد كنا أصدقاء وكنا إخوان وكنا عائلة، وكان هز واحد الثقل كبير ونشكره عليه، وطبيعة الحال الإدارة هي هذه كتلاقي وكتفرق. نتمنى ان شاء الله بحول التوفيق والنجاح في المهام ديالو، وعندنا واحد القضيه راه عندي بغات مره واعيه عليها. اذا وبالمناسبه كذلك نتمنى للسي الحفيظ النجاح في مسيرته المهنيه، وادعو كافه الساده المنتخبين والساده رجال السلطه والساده رؤساء الادارات الامنيه ورجال الصحافه والاعلام الى التعاون والتنسيق مع المسؤول الجديد في مهامه الجسيمه، داعين الله له التوفيق والنجاح في المهام التي سيقوم بها، راجين له التوفيق والنجاح والسداد في مهامه به الذكر الحكيم، واقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، وشد ازره بشقيقه صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه.